الله تعالى وبركاته. كما كنتم تستمعون النشيد الوطني دوى اليوم القاعة البيضاوية التابعة للمركب الرياضي محمد بوضياف، وهذا بفضل المصارع رضا بن قدور الذي أصبح ابتداء من اليوم أول عربي وإفريقي ينال الميدالية الذهبية منذ نشأة رياضة الكاراتي. بكل جدارة واستحقاق نال هذه الميدالية وأمام جمهور غفير شجعه وتجاوب معه حتى نهاية هذه المنازلة. تابعوا حزام الأحمر بن قدور، وعندنا الحاكم هو أورتيغا، حاكم عالمي من فرنسا وحاكم من اليابان والحاكم الآخر من أوروبا من بلجيكا. شت دقائق هنا رايحين نعيشوا مقابلة إن شاء الله جيدة. غير المكان وغير يعني الطريقه نتاعو، يسجل في تشوكي وزاري اول سجل. لا ما وصلش الضربه، ما وصلش والحاكم ما يعطيهالوش. شوف هو يضرب باليمين واليسار ويتحرك عند كثير ويبدل، شوف يبدل التوزيع. لا قوي هذا اللعب وخطير جدا هذا اللعب السويدي هذا محسني. محسني كان سبق لمحسني باش تقابل مع في غرناطة، في غرناطة مع بن قدور ومحسني كسب. كسب بن قدور، لا عطى انذار. انذار والانذار هذا يساوي وزاري لصالح بن قدور، يعني اصبح متفوق لان بن قدور صابته الضربه نتاع محسني يعني خطا، ما مسكش يعني مليح، ما ضبطش مليح التسوكي نتاعو، ولذلك فالمحاوله هذه والتقنيه هذه تتحول الى عقوبه. لا اعطاه سجل بن قدور وزاري واعطاه انذار للسويدي، لو يعاود في انذار ثاني يحصل بن قدور لو وزاري اخر. نعم، لان الانذار الاولاني شفاي. شوف شوف حركات روعه مليحه، روعه مليحه هنايا، مليحه روعه. هنا يسجل بن قدور، يسجل سجل يعني عنده 3 نقط على شيء. شوف الفنيات، الحاكم رافائيل أورتيغا راه قايم بالدور نتاعو كما لازم كما لازم. شوف يراقب الجمهور كذلك يلعب دوره. بالفعل شوف السويدي هذا يضرب للوجه كثير دائما دائما عن طريق السوكي ومره اخرى لمس بن قدور في الوجه. تحرك كيفاش تحرك، مراقب مليح يعني مراقب لو كومبو تاع المنافسه تاعو. هنا اعطاه انذار لان كان يهرب يحاول يكسب الوقت ويفوز. اذا مولود اول ميداليه ذهبيه لصالح المنتخب الوطني في هذه الكأس الرابعة هنا في القاعة البيضاوية في المركب الأولمبي محمد بوضياف، أول ميدالية ذهبية في تاريخ الكاراتي الجزائري، في تاريخ هذه الرياضة اللي عندها يعني شعبية كبيرة في بلادنا، شعبية كبيرة 5-1 في النتيجة، جمهور غفير، كل واحد يحاول في داخل القاعة يحاول يلبس ويحيي مباشرة رضا بن قدور. رضا بن قدور كان قال وعدنا لما تحدثنا معاه اليوم وامس، وكان وعدنا بانه راح يبذل كل مجهوده، وهو الان
في احسن استعداد لمقابله وللمشاركه في هذه الدوره. وهكذا بعد ما كان مرتين وصل للنصف النهائي للرتبه الثانيه اللي بعد